اختفت من غير ذنب. يا عيني عندها الواد. واد مين يا بدرة؟ ولدك يحيى. ايه؟ عرفتي؟ عرفت. هو انت اللي همزقوه؟ مفيش قيامة تاني ليك يا احمد غير يوم القيامة. صلي الفجر في الجزيرة وهقول الورد وراجع على طول. سلام عليكم. وعليكم السلام. ودي يا نار اللهايب اصرخي بجنون حواليا اعلي وامشي ورايا فين ما اكون. ودي يا نار اللهايب اصرخي بجنون حواليا اعلي وامشي ورايا فين ما اكون. انا مش بجيد الحطب انا بحرج الحكايات وبسد ديني اللي عيشني سنين مديون. يا قلبي يا قلبي بندقية ابوي توحيد تضرب ببندقية ابوي. طب كيف يا محمد البندقية دي كانت في بيت اخوي احمد والجزمة. حرام عليكي حرام عليكي. حرام علينا حرام علينا. ليه عملتي انا لبنت مرتي 10 سنين ستة يا بنتها وسط بلد وتريك متجوز ومخلف ولد هتسيب له كل حاجه يا احمد كل حاجه. انت حرام على مين؟ انت في الحرام انت والواد طبعا امه قاعده في مصر مستنيه الحج والواد يرجعوا لها عشان تتمتع بالفلوس كلكوا سوا. بدره بدره تتحرك بدره تموت في عينها بدرة تدفن بالحياة. لكن لا
الواد ملوش ذنب. خلاص يا واد، اللي ليه ذنب اللي ملهوش هي اول مره. قلتي بنتان يا بدر. كتير كتير يا احمد كتير. خايف؟ خايف من شرك اللي هياكلك. شرانة؟ مفيش اشر منك، مفيش اشر من اللي يخدع مرته. موتي مين يا بدر؟ توحيد توحيد، بس ما كنتش قصدها. بابا بنوره، بابا بنوره عشان كدب عليا، كدب عليا وخدتها بكله. حبا فيك، حبا فيك والد اخوك وولدك وانت وانت وكل الناس حتى مراري تبرد. مراري ولدك فين؟ ولدك فين يا احمد؟ ولدك فين؟ قول لي ولدك فين؟ ولدك فين؟ ها؟ ولدك فين؟ ولدك فين؟ ولدك فين؟ بقول لك ولدك فين؟ سيجارة يا منى، هات سيجارة. حاضر حاضر. انت ليك 30 سنة ما عملتهاش. اتفضل يا عم الحاج. سيبني لوحدي. حاضر. كتبت عليك الغربة يا أحمد، كل دارك هيجي وتسيبنا، أفضل مستنياك، دار ده غيبتك هتطول. Thank you.
أحمد! أحمد! أحمد هج زي عوايد. أخويا فين يا بطل؟ معرفش، ما استحملش في ربخته، بكى زي الحريم ولم هدومه ومشى. هدوم معاه. أحمد فين يا بدر؟ قلت لك معرفش، جيت ما لقيتوش، قلت طفش. جيت منين؟ جيت منين؟ البندقية دي ايه اللي طلعها من بينكم؟ ودي مش جزمتك؟ اخويا فين؟ طب رميتي